ست سنوات وما زال تعليم الطلاب السوريين من أعقد المشاكل التي تواجه تركيا، وخاصة بعد أن كشفت تقارير المفوضية العليا للأمم المتحدة أن المدارس التركية تضم نحو 330,000 طالبا في كافة المراحل العمرية. ومع قلة المدارس المعنية بتعليم السوريين، تسعى وزارة التعليم التركية لإلغاء المدارس المؤقتة في السنوات الخمس المقبلة ودمجهم في المدارس التركية، بمحاولة لدمج الطلاب السوريين بالمدارس الثانوية والتخلص من المدارس المؤقتة. ووضعت الوزارة التركية خطة بزيادة عدد الحصص التركية، فبلغت عدد الحصص في كل صف 15 حصة، وعينت مدرسين أتراك. ساعات اللغة التركية المكثفة وتقليل الحصص العلمية كانت إحدى المشاكل التي عانى منها الطلاب، ومع مرور الأيام بدأت أثار المشكلة في الحل من خلال تجاوب الطلاب السريع على استيعاب اللغة. كذلك الأمر بالنسبة للكادر التعليمي التركي الذي اصطدم بعائق اللغة والتواصل مع الطلاب، وخاصة في صفوف المراحل المتقدمة. نحن نرغب بمساعدة هؤلاء الطلاب، وأنا سعيد بتعليم الطلاب السوريين. كانت الصعوبات في البداية فرق اللغة، وبعد عدة أسابيع بدأ الطلاب يتأقلمون مع اللغة بشكل سريع. حاولنا بمساعدة المدير إزالة الفروقات بيننا وبين الطلاب من حيث اللغة والاندماج بشكل أسرع، ومع مرور الأيام بدأت تسير بشكل جيد. منظمة اليونيسف من جهتها بادرت بتقديم الدعم المادي والبنية التحتية اللازمة للمراكز المؤقتة بعد معاناة المدرسين في الفترة السابقة. هذا الدعم جاء على شكل مكافأة شهرية، لكنه لا يقارن برواتب المدرسين الأتراك. إن سألتني عن أحوال المدرسين يا أخي السوريين فهي قد تكون شائكة كثيرة لما يتعرض له المدرسون في خارج المدارس من حيث عدم كفاية المعيشة التي قد يجب أن تكفيهم مؤونة الشهر من حيث الآجار، من حيث المعيشة. الطلاب السوريون في المدارس التركية بين قوانين جديدة متغيرة ومستقبل أشبه بالمجهول يواصلون تعليمهم. رغم إصرار التربية التركية على مسألة الاندماج، ليبقى السؤال الأبرز: هل الاندماج هو حل لمشكلة الطلاب أم التخلص من أزمة تعليمية تواجه تركيا؟